رجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة منفردة جدا عن الانتخابات ومرشح الانتخابات. وفي البداية خليني أقدم كل التوفيق، وأسرة 50 دقيقة بتتمنى كل التوفيق والنجاح للمرشح أحمد فسيخ، مرشح الانتخابات لمجلس نواب 2020 المرحلة الثانية عن دايرة كفر الزيات. أما بقى ضيفنا النهاردة اللي هيكون منورنا وهنتكلم معاه وهنعرف عنه أكتر وأكتر، فهو المرشح حسين حلمي، مرشح صوت الشباب لمجلس النواب 2020 عن دايرة فقوس وكفر صقر وأولاد صقر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. الله يخليك. بداية كده عايزين نسأل حضرتك، إيه برنامجك الانتخابي؟ إيه اللي هتقدمه لأولاد صقر وكفر صقر وفقوس؟ والله يا فندم احنا عايزين نتكلم بحاجه بواقعيه. احنا كدايرتنا محتاجه حاجات كتير، اولها البنيه التحتيه. احنا عندنا بنيه تحتيه كافتراضيا، مثلا الاسفلت عندنا ما عندناش بنيه تحتيه فيه خالص. بالنسبه للصرف الصحي اغلب قرانا محتاجه للصرف الصحي، ان كانت وحداتنا الصحيه بالنسبه للحاجات الطبيه بينقصها اشياء كثيره جدا. بالنسبه مثلا للمدارس الفصول عندنا مكتظه جدا بالطلبه، وخصوصا واحنا في ايام كورونا وكده. احنا محتاجين مدارس، محتاجين صرف صحي، محتاجين بنية تحتية، محتاجين ان احنا نعيش حياة صحية سليمة. على الاقل خالص ان احنا نعيش متطلباتنا، حقوقنا الشرعية، الحقوق اللي هي المفروض ان احنا بنعيشها كأي انسان في العالم، ان انت بتعيش في مدينة نظيفة، في صرف صحي. على سبيل المثال احنا عندنا في قرية البروم امبارح مشكلة، حد من الجماعة اللي هم بيكسحوا او بيستعملوا الجرارات عشان يطلعوا، احنا ما عندناش صرف صحي في القرية، فبنستخدم حاجه اسمها جرار كده بيشفطوا بيه من الخزانات عشان يرميها في مكان تاني. الراجل ده جاي له النهارده مخالفات بمليون جنيه ومسجون. ومن هنا يعني احنا بنناشد برضو السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، يا ريت يتدخل في الموضوع، لان الراجل ده 65 سنه وصحيا ما ينفعش ان هو يتسجن اصلا، يعني ممكن يموت جوه، واولاده بره منهارين جدا. ده كله بسبب ان احنا اصلا، يعني انا اسف، الدولة كان المفروض عليها انها هتدخل لنا صرف صحي، ما دخلش صرف صحي. فالراجل بيشيل لنا المخلفات بتاعتنا يعني، فما يكونش ده جزاء انه يجي له مليون جنيه وكمان مسجون، وهو يعني هيعمل ايه؟ البلد هتغرق، هي قرية صغيرة وهتغرق. لولا الراجل ده احنا هنغرق. اقسم لك بالله هنغرق. امبارح الاهالي كانت بتشيل بجرادل، انا اسف، صرف صحي، صرف صحي والمخلفات اللي شيء مقزز جدا. وده هينقل الامراض اكتر، واحنا في ايام كورونا ان الناس دي تنقل بالجرادل وهتكب في الشارع. فهو كان بياخدها بيرميها في مصارف، بيرميها في اماكن تانية. فيعني واجب علينا ان احنا نقف مع راجل حد زي ده 67 سنه او 65 سنه ومريض وعنده سكر وعنده حاجات. طب ايه سبب المخالفه يعني؟ هو المخالفه فندم ان احنا عندنا المجلس المحلي فضلوا ان هم يدوا له مخالفات، يدوا له مخالفات. مخالفات بايه تقصد؟ مخالفات بان هو بيشيل الحاجه دي من البيوت من الخزانات وبيوديها مصارف. طب ما هو المصارف دي معموله يعني مجعوله لكده، هي جعلت ان احنا ناخد لان ما عندناش بديل يا فندم. ايوه لو حضرتك النهارده لغيت الجرار البلد غرقت، البلد فعلا غرقت في الصرف الصحي بتاعها. طب اديني بديل، مفيش بديل. عشان حضرتك تقولي لي خدها وديها مثلا في مثلا حاجه اسمها بحر البقر عندنا عشان ينقل النقله دي، اصبح ان كل بيت محتاج 10 نقلات. النقله ب 100 جنيه، طب 10 في 100 ب 1000 جنيه، طب في الشهر مرتين ب 2000 جنيه صرف صحي. ايوه عشان ان انا اشيل المخلفات. مش مناسب بالنسبه لكل جدا خالص، لكل عيله وكل اسره، اقل من المستوى المتوسط كمان. طب حضرتك ممكن تشرح لنا الشعار بتاعك بدون شباب مفيش امل دلوقتي؟ يا حضرتك يعني ايه الشعار ده، توضحه للساده المشاهدين. ايوه اخترت ليه الشعار ده بالذات؟ ليه ركزت على فئه الشباب بالظبط؟ سيادتك يا فندم النهارده لو انا نائب عندي 70 سنه والشباب النهارده محتاجيني في خدمه الصبح بكره وهفضل يومين صاحي معاهم، طب انا لو عندي 70 سنه هقدر اقاوم افضل صاحي مع الشباب؟ طب هما مش هيتكسفوا مني ان مثلا حد قد باباهم او كده فهيسيبونا اروح؟ لكن لو انا هقعد معاكي اربع ايام وهلف جميع الوزارات على مصلحه عامه انا صاحي. يعني تقصد حضرتك الدائره الانتخابيه كبيره فعايزه مجهود اكبر بالظبط، بتضم ثلاث مراكز فقوس وكفر صقر. عايزه طاقه اولاد صقر، عايزه شباب وعايزه طاقه بالظبط. احنا معاك، والمفروض ان احنا ندعم الشباب فعلا، وان كمان الشباب يشاركوا في كل حاجه. واحنا شايفين سياده الرئيس طبعا بيعمل مؤتمرات للشباب دايما ومهتم طبعا بهذه الفئه العمريه طبعا، ويا ريت يكون عندنا شباب كتير في كل المجالات طبعا. وحضرتك ايه اللي انت شايفه يعني محتاجه ايه الشباب بمناسبة الشباب في دايرتك؟
والله يا فندم عندنا بالنسبه للشباب في دايرتنا اول حاجه هنهتم من الضعيف للقوي. من الضعيف عندنا الفئه اللي هي الاحتياجات الخاصه المعاقين والناس دي، لان ده ما يملكش ان هو يعني يقدر يقف يوم كامل في مصنع او انه يركب توك توك او انه يسوق عربيه. الناس دي احتياجاتها اكتر من الشباب التاني برضو، يعني دول اللي هنتكلم عليهم فهم فئه كثيره وليست قليله، ومحتاجين اشياء كثيره يعني كمعاش تضامن على الاقل، مساعدات من الدوله، مشاريع حتى لهم صغيره. طيب الدوله تيسر لهم قروض حتى يعني. ايوه فضل. حضرتك لو فزت باذن الله ان شاء الله، اول خطوه او اول حاجه ناوي تعملها ايه؟ انا عايز اعمل مصنع في دايرتي. مصنع؟ مصنع ايه بقى؟ مصنع سيراميك. مصنع سيراميك؟ عايز اشغل عندكم مثلا الحاجات اللي هي بتاعت الانتاج، أنا مقومات الانتاج متوفره في الشرقيه؟ لا فندم، هو مش قصه مقومات الانتاج، احنا عندنا في الصالحيه في مدينه الصالحيه الجديده مفيش مصنع سيراميك، وفتح قبل كده تقريبا وقفل لانه ما نجحش. السبب؟ انا شغلي، انا يعني انا عندي خبره كبيره في المجال ده، يعني شايف أنا حضرتك ماجستير علم اجتماع بس ما اشتغلتش في علم الاجتماع، اشتغلت في التسويق وفي السيراميك وفي شركات السيراميك مده عمريه طويله. طب ايه سبب عدم فتح مصانع للسيراميك في منطقه فقوس؟ لا هي مش منطقه فقوس، المدينه عندنا لا تصلح ان احنا نعمل فيها مصنع، ولكن الصالحيه الجديده تصلح ان احنا نعمل فيها مصنع عشان قريبه من الصحراء شويه وكده. بالظبط، وعشان الخامات موجوده كمان في حوالين الصالحيه الجديده وكذا. اكيد حضرتك دارس الموضوع كويس. بالظبط، والمدينه مهيئه لكده كمان، وهتشغل شباب كتير يعني. هتشغل جدا. طبعا حضرتك يعني برضو ناعي هم الشباب بالنسبه طبعًا لظروف البطاله وكده. طبعا. طيب يعني حضرتك برضو ايه اللي في دماغك غير المصنع تعمله بالنسبة للدايرة؟ احنا اتكلمنا على الشباب. طبعا. بالنسبة لباقي الفئات العمرية يعني مثلا الاطفال، حضرتك قلت المدارس وكذا، طيب كبار السن. كبار السن يا فندم اول حاجة عايزين نهتم بالناس اللي هي محتاجة معاشات، بالناس اللي هي محتاجة معاشات، واهم حاجة بالنسبة مثلا انا والدي كان موظف في وزارة الصحة، لما طلع معاش معاشه المرتب طبعا من فوق لاسفل السافلين، المعاش ده 1200 جنيه. بس المعاشات كل مدى بتزيد. ما هو يعني تمام تمام، هي كل مدى بتزيد وكل حاجه مالناش حاجه. بس في البدايه كان والدنا حد من الناس دي عانى من كده، ان هو يطلع معاش يبقى مرتبه 5000 جنيه فيطلع معاش ياخد 1200 جنيه، مع ان احنا نكرم حد زي ده، المفروض احنا واجب علينا نكرمه، لان ده النهارده احتياجاته اكتر من الاول، يعني هو لو كان بياخد 5 لما بيكبر سنا بيبقى مريض، بيحتاج ادويه، بيعمل عمليات، بيبقى احتياجاته اكتر من الاول بكتير. احنا عايزين نهتم برضو بوزاره الصحه شويه، يعني الجماعه دول محتاجين رعايه صحيه، الناس الكبيره في السن دي اهم حاجه بالنسبه له انه على اخر عمره زي ما بيقولوا ما يتهانش، يعني انه يدخل المستشفى يلاقي جهاز مثلا قياس ضغط، جهاز رسم قلب، ما يدخلش طوارئ الساعه 2 بالليل ما يلاقيش حد، يعني هو اغلب الناس الكبيره بيتعب الساعه 2 بالليل، يعني الساعه 2 من 1 2 12 هتلاقيهم بالليل سبحان الله الناس الكبيره دي بتلاقيهم مرضى. هتيجي تدور على مستشفى مثلا عندنا هتدخلي حضرتك ممكن تلاقي الدكاتره نايمين جوه، نخش نتحايل عليهم نصحي حد يجي لنا وبتاع وكده. ولكن هو الوضع الحالي احنا بنشكر سياده الرئيس فعلا. فعلا سياده الرئيس مهتم جدا بكتير. مهتم جدا بالصحه وبالمعاشات. لا بصراحه الحق يتقال احسن من الاول بكتير بالنسبه للصحه، وزاره الصحه بالذات افضل من الاول بكتير، وبالنسبه للمعاشات افضل من الاول بكتير برضه، واحنا بنتمنى له والله العظيم انه يفضل طول عمره رئيس الدوله. وطول ما على فكره انا واحد من الناس من الشباب انا شايف انه عامل مجهود جبار، وانه حيا بلد من 30 سنه مهدومه هو بناها. بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه والعافيه، انا بعشقه والله والله العظيم، ومثل الاعلى كلنا بنحبه طبعا. وانا لما جيت خدت رمز الاسد عندنا كان مثل الاعلى. كان السؤال اللي جاي حضرتك سبقت، اتفضل. كان السؤال اللي جاي فعلا، ليه اخترت الاسد بالذات؟ انا شفت سياده الرئيس في الانتخابات بتاعت حضرته كانوا جايبين وشه وجنب منه الاسد، فانا كنت حابب الصوره دي. كنت حاببها جدا يعني، وكانوا كاتبين فوقها تحيا مصر، فانا خدت تحيا مصر وخدت لما دخلت اقدم. على فكره انا كنت في التقديم كان قدامي حوالي 120 صف يعني. فسبحان الله حصل مشكله كده. طب رقم 8؟ ما انا هقول لحضرتك، هو انا جيت المفروض دخلت اقدم الساعه 9 الا ربع الصبح. اغلب المرشحين انا اعرفهم وكنت قبل كده باخد توكيلات عنهم وبقف لهم يعني في الدوائر بتاعتهم والانتخابات بتاعتهم. فلما جيت الصبح استاذنتهم يعني خدوني معاكم، انا كنت يعني حد بساعدكم قبل كده، فرفضوا تماما. فمشيت قدام شويه قلت حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم يسر ولا تعسر، واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشى انهم فهم لا يبصرون. ببص ورايا لقيتهم بينضربوا والله.
طب ايه اللي دفع حضرتك للترشح في الدايره؟ يعني ايه الناس اللي دفعتك، ولا حضرتك اللي شفت في نفسك نائب برلماني وتستطيع خدمتهم؟ لا لا، هو انا بحب اخدم الناس ده، والناس عارفه عني كده، هو مش شرور ولا لا، الحمد لله. انا بتمنى الخير لكل الناس، دي طبيعه في حضرتك. طبيعه فيا انا، عندي عربيه 28 على فكره، يعني ممكن ابقى ماشي في الشارع تلاقي، مش عيب مش عيب، تلاقي الشارع كله راكب معايا عارفه مش عارفه، انا بقف لاي حد وانا ماشي، ثوره مش ثوره، مكان ضلمه مش ضلمه، انا بركب اي حد معايا، متوكل على الله يعني. فاللي دفعني الترشيح ان احنا كان قبل كده في الدوره اللي فاتت كان في بعض المرشحين احنا كنا يعني متفائلين بيهم صراحه، وكنا يعني تعاطفنا حتى مع ناس كتير فيهم ان هم يخدمونا او يحسنوا من وضع البلد، يعني يرفعوا من شأننا حتى بعد ما بينجح محدش بيشوفه جدا يعني. يا فندم، وممكن يقول لك انا ناجح بفلوسي وانت ما خدتش منه حاجه، يعني انت ممكن تقف له يومين الانتخابات بتجيب سندوتشات فول وطعميه على حسابك وتحارب عشانه عشان انت متعاطف معاه، وفي النهايه ما يردش عليك في التليفون ولا يعمل لك حتى خدمه للصالح العام. طيب، على العموم احنا بنشكر حضرتك وبالتوفيق والسداد ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك جدا جدا، تشرفت بيك. الاستاذ حسين حلمي، مرشح الشباب في دايره فاقوس وصقر واولاد صقر، رمز الاسد، تحياتنا لحضرتك. رمز الأسد. رقم 8 رقم 8 وان شاء الله بالتوفيق والسداد ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا شكرا شكرا، الله يخليك، شرفتنا يا فندم. الله يخليك، شرف ليا. نطلع فاصل دلوقتي، وان شاء الله الفقره اللي جايه فضيلة الشيخ الدكتور حسن عطية، وهيكلمنا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.